وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس للمشاركة نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة. وكان دولة الرئيس سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية في مقدمة مستقبلي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي أمس، حيث نقل معالي وزير الخارجية خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية رئيسا وحكومة وشعبا بدوام الاستقرار والتقدم، وتطلعهم إلى نجاح أعمال القمة في التوصل إلى ما يعود بالنفع على العمل العربي المشترك. من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية لمعالي وزير الخارجية عن خالص تحياته لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين بالرفعة والازدهار. هذا وقد جرت لمعالي وزير الخارجية مراسم استقبال رسمية، وعزف السلام الملكي لمملكة البحرين والسلام الوطني للجمهورية اللبنانية الشقيقة.